يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أستيقظ بعد أذان الفجر فأصلي ركعتي الفجر دائما في المنزل. أستيقظ بعد أذان الفجر فأصلي ركعتي الفجر دائما في المنزل، ثم إذا أقيمت الصلاة ذهبت للمسجد وصليت مع الجماعة، فهل هذا هو السنة أم أبادر للذهاب إلى المسجد وأداء الركعتين فيه قبل الصلاة؟ الإمام يعني يبقى في بيته يصلي الراتبة ثم يخرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأما المأموم فيبكر إلى المسجد، يبكر إلى المسجد، وإذا وصل إلى المسجد يصلي ركعتين ويكفيان عن الراتبة وعن تحية المسجد. نعم، ويجلس يذكر الله يتلو القرآن. نعم.